شنو سميتك؟ روان. كتحضري دائما في المقابلات ديال نادي المكناسي؟ دائما كنحضر حيت القدم عزيزه عليا. واخا، وعلاش جيتي اليوم لهنايا؟ باش نوريهم الورده، باش نعطيهم الورده. وعلاش داك اللون احمر ديال الورده؟ نتاع القدم. نتاع القدم. شنو يمكن لك تقولي للنادي المكناسي والجماهير ديال مكناس والمسؤولين على مدينه مكناس، شنو يمكن لك تقولي لهم؟ نقول لهم الى نجحت نعطيكم هذه الورده. كداك، شكرا. يلا قولي لهم باي باي. باي باي. شكرا، يلا تحياتي في امان الله. شكون العايبيه؟ دونك العايبيه ديال نادي المكناسي كلهم كتبغيهم ياك؟ شكون اللي يمكن لك شكون اللي كتختاري مزيان مزيان مزيان؟ حموده وحسن. وحسن، تبارك الله عليك. يلا نشوفك ان شاء الله في الملاعب العام الجاي، نشوفك في الملاعب ياك. يلا، واعطي للنادي المكناسي والجماهير مكناس والمسؤولين ديال مكناس هذيك الوريضه، يلا اعطيها لهم دابا. يلا، الى اللقاء. إذن كذلك نجد لافتة مكتوب عليها لا تنمية رياضية بدون حكمة جيدة. هذه مجموعة كذلك خرجت لتحتج بدورها بطريقتها. إذن نتمنى للجهات المسؤولة كذلك حل ناجع بحلول. النادي ومنذ تشكيله في سنة 2011 لم يعقد أي جمع عام، لم يقدم أي تقرير مالي أو أدبي لمدينة مكناس، وحنا كنطالبوا من الجهات المعنية أن تخلوا حد الميزانة هذه. كنعرفوا هاد السنوات اللي كتكون يعني هاد النكسة اللي خاصة الرياضة المكناسية، فبها خرجنا كنحتجوا ضد هاد الناس، كنبغيوش يحشموا هاد الناس اللي غير قانونيين. كيفاش السلطة اللي كتحمل لها المسؤولية كتعامل مع هاد الناس وكيعطيهم الشرعية ما عليهم أنهم كتب غير قانوني؟ وإن شاء الله يعني ما كايناش هاد الوقفة، غيكونوا وقفات أخرين. كنحتجوا حتى السيد اللي مشي بعد منا، لا هو لا أمين المال لا جميع المكتبين اللي تحل كنكتب اللي صراحه ما يمكن حتى شي واحد يتعامل معاه، حيت الناس اللي يعني ما حنا كنبغيو نعرفوا التقارير، شنو هي التقارير الماليه؟ حتى واحد ما كيعرف من 2011. فلهذا حنا مازال غادي نضغطوا بطرق اخرى، حنا مازال غادي نعبئوا الناس، حنا مازال غادي حيت هذا الموضوع اللي كنهضروا فيه راه موضوع راه ديال مكناس كامله. باش كنقولوا النادي مكناس، راه النادي مكناس راه ما كيضمش حي ولا كيضم اشخاص ولا ديال شي واحد، راه ديال المدينه كامله. ونطلبوا من الله الخير ان شاء الله. كاين واحد السؤال كان ممكن يعني هذه الوقفه اللي هي سلميه وكانت يعني في المستوى ديال التطلعات، يعني هذه الوقفه ما كانتش تحت اي اطار، يعني علاش مشيتوا في هذا المجال هذا؟ هذا المجال هذا احنا مشينا فيه حيت حنا كنعرفوا بزاف الاختلالات، كان هذا المشكل كان راه هذه راه سنين هو بادي والاخوان كيتهجوا، ولكن ما كانش واحد التجاوب. حنا فاش كنشوفوا النادي المكناسي هذا العام اللي دوز في كرة القدم يلاه كيتقاتل، وفاش نشوفوا في التقرير المالي كنلقاو ان المكتب المديري عاطي كرة القدم يلاه 20 مليون، وشفنا بزاف ديال الخروقات اللي ما قدروش يصبروا عليها. فلهذا النفس هي اللي خلاتنا غادي نهضروا على هذه المدينة، حيت هذه المدينة راه ما ديال حتى شي واحد، فيها بزاف ديال الناس ديال الكل. هذا هو المشكل اللي كاين، خص الكل يساهم فيه وكلشي يشارك فيه باش نحلوا هذا المكتب، حيت هو راه هو اللي داير هذا الخراب، هو اللي يقدر هذا الشيء اللي يقدر يضر بزاف ديال الناس اخرين. إلا بقى هذا الشيء غادي كما كنعرفوا هذه السنوات الجديدة. شكرا. ¡Vamos!
وضع الرياضة صلب الاهتمام ديالهم
المشاركات تذكرنا بما يقوم به الجماهير بالملاعب الرياضية وخاصة بالملعب الشرفي بمكناس. إذن مواجهات تموجات وحركات بالجسد تعبيرا عن تضامنهم مع فريق النادي المكناسي وكذلك المطالبة بالمحاسبة وبإيجاد حل ناجع لحل الإشكالية التي حسب المحتجين أنها عمرت طويلا و أعطوا الثقة وأملهم للسيد صاحب يعني عامل صاحب الجلالة على الحاضرة الإسماعيلية مكناس من أجل البحث وكذلك إيجاد حل ناجع لإشكالية الرياضة بصفة عامة بالحاضرة الإسماعيلية مكناس والتي يعني بعض الرياضات عرفت تقهقرا ملحوظا في السنوات الأخيرة. وكما نلاحظ رغم أن الانتكاسة وكذلك تدمر الجماهير وكذلك المتعطشين لفريق النادي المكناسي اللون الأحمر، الفريق الذي كان لا يقهر والذي كان يحسب له ألف حساب في العديد من التظاهرات والذي أعطى الكثير وأنجب رجالا وشباب وعمالقة في مختلف الرياضات، هو الآن يعبر بحماس وبقوة وب يعني احتجاج سلمي شعبي واعي منظم كما تلاحظون. لا نزيد ولكن نعكس كما عاهدنا وعاهد علينا الجماهير وكذلك محبي مدينة مكناس على نقل المعلومة بكل مسؤولية وبكل شفافية وبكل موضوعية. إذن الآن هناك عديد من الشباب ومن أنصار النادي المكناسي حجوا إلى هذه الساحة أمام عمالة مكناس من أجل التعبير عن سخطهم وعن تدمرهم إلى النتائج التي وصل إليها كل الرياضات بمدينة مكناس وعلى رأسها الرياضة كرة القدم. نسمع إلى بعض الشعارات التي يرددها أنصار فريق النادي إذن رسائل واضحة ومبشرة إلى السيد عامل عمالة مكناس من أجل يعني تشكيل لجنة للوقوف على المطالب المحتجين الذين حجوا بكثافة هنا في ساحة وأمام عمالة مكناس. إذن نتمنى أن تجد هذه الشباب ومشجعي فريق النادي المكناسي بجميع الرياضات حل عاجل من أجل الارتقاء بالرياضة بالحاضرة الإسماعيلية مكناس. إذن كان معكم مفيد جريدة في رحاب الجامعة ومثل قناة أخبار ثقافة العالمية، أستودعكم ألقاكم في وقفات أخرى ونتمنى صادقين أن تتدخل الجهات المسؤولة وكذلك الغيورين على الرياضة لإيجاد حل ناجع للمشاكل العالقة لفريق النادي المكناسي. إذن في أمان. إذن هذا تعبير آخر للاحتجاج. إذن التصفير له دلالة بالنسبة للمحتجين وبالنسبة للذين يطالبون بلافتة طويلة يعني أزيد من 8 أمتار تقريبا أو 10 أمتار كتب عليها، لا للمؤامرة الصمت، نعم لحل المكتب ومحاسبة. هذه الشعارات للمحتجين. Let's go.
وكذلك نجد لافته مكتوب عليها لا تنميه رياضيه بدون حكمه جيده. هذه مجموعه كذلك خرجت لتحتج بدورها بطريقتها. اذا نتمنى للجهات المسؤوله كذلك حل ناجع بحل.